السلام عليكم ومرحبا بكم في محاضرة جديدة. طبعا اليوم راح يكون موضوعنا شرح للأكشن بوتنشال. هو موضوع شوية بعض الطلاب يحسوا صعب ومفاهمين كلش الموضوع، خاصة طلاب المراحل الأساسية، المرحلة الأولى الثانية يكون الثالثة، يبدون لو يطلعون على الموضوع يشوفون نوع من الصعوبة. بالنسبة للأكشن بوتنشال هو موضوع سهل، وإن شاء الله راح أشرح لكم إياها بطريقة شوية راح تكون فنية حتى تقدرون تفهموها بطريقة سلسة. الاكشن بوتنشال هو شنو؟ خلي اعرف لكم اياه قبل ما تدخلون بالمخططات. الاكشن بوتنشال هو شنو؟ عمليه تحفيز للخليه. الخليه هذا تقدر تنقل اعاز عصبي او حتى تقدر تنقل اشاره كهربائيه لخليه مجاوره. محتاجه يصير نوع من الاستقطاب. نقصد بالاستقطاب شنو؟ انه تغير في الشحنات على جدار الخليه، اللي هو مثل ما نعرف انه هو اصلا طبقتين متصلات مع بعض، اللي هو متكون من فوسفور وليبيد. فهذا الغشاء لو تبدلت من خلال الشحنات راح يصير نوع من التحفيز الكهربائي عليه، مثل ما لما تريد توصل مثلا مصباح بتيار كهربائي توصل سلك، وهذا السلك راح يمر بيه تيار كهربائي. فنفس الشيء الخليه، هذا الغشاء راح يمر بيه تيار كهربائي من خلال تبادل الايونات، فراح تصير عمليه نسميها الاكشن بوتنشال، هي فقط لنقل الاعاز الكهربائي لقيام بوظيفه معينه مثل تحفيز خليه مجاوره، افراز بعض المواد، او اي شيء الخليه راح تستخدمه لهذا الغرض الاكشن بوتنشال. فهو عمليه فقط تحفيز للخليه، فهذا حتى تفهموا اسباب التحفيز وكيف يتم التحفيز. هذا ما راح اشرح، راح اشرح عمليه الاكشن بوتنشال نفسها في هذا الفيديو. طيب هسه من هذا فهمنا شنو الايونات الموجوده داخل الخليه. مثل ما نعرف ايون البوتاسيوم الموجب يمثل اغلب الايونات الموجبه داخل الخليه، وايون الصوديوم الموجب يمثل اكثر الايونات الموجبه خارج الخليه. يعني الشحنه الموجبه خارج الخليه متكونه بشكل اكثر من ايونات الصوديوم. طبعا اكو ايونات اخرى مثل الكالسيوم وغيرها ما راح ادخل بيها هسه، لكن بشكل اكثر هي من ايونات الصوديوم. ونفس الشيء داخل الخليه الايونات الموجبه تكون اكثر متكونه، او الشحنه الموجبه داخل الخليه متكونه من ايونات البوتاسيوم موجبه الشحنه. طبعا الايونات السالبه خارج الخليه متكونه من ايون الكلورايد، وايونات السالبه داخل الخليه متكونه من البروتينات، لان البروتينات تحتوي على امينو اسيد وتحتوي على شحنه سالبه عاليه. لكن راح نركز على هذه هذا الايونين، الصوديوم والبوتاسيوم. طيب هنا هذا المخطط مثل ما تشوفوا، هذا المخطط يمثل لنا عمليه الاكشن بوتنشال من خلال الزمن، يعني الزمن راح تستغرق الخليه لهذه العمليه، وكيف راح يصير التغير من الشحنة السالبة داخل الخلية إلى الشحنة الموجبة. طبعا لازم تعرفون أنه الخلايا أكثرها تكون بجهد سالب، يعني تكون أكثرها الآيونات الموجبة أقل من الشحنة السالبة، وبالتالي كمية السالبية تكون أكثر داخل الخلية، فتكون مثل خاملة. فلما يصير عملية الأكشن بوتنشال تتم تحفيزها، يعني تتجه نحو الموجب ثم بعدين لازم ترجع نحو السالب حتى ترجع للطبيعي. فهنا المثال راح نعطيه مثال راح يكون لخليه عصبيه. طبعا يعني شيء تقدير انطيتها 70 او سالب 70 ملي فولت، وهذا الفولتيه او جهد الخليه، وهنا الزمن مثل ما قلت لكم، فحطيتها سالب 70. ممكن خلايا اخرى تكون سالب 95، ممكن خلايا تكون اكثر، هذه حسب الخليه ما راح ادخل بيها، لكن كمثال او كخليه نموذجيه اخذنا الخليه اللي تكون سالب 70. بتشوفون هذا الخط الاخضر رسمته هنا هنا هذا سالب 55 وليس موجب، عد سالب 55. هناك هذا الخط الأخضر رسمته، هذا الخط يمثل شيء اسمه الثريشولد ليفل. طبعا كلمة ثريشولد ربما تكون مخيفة للبعض، شنو ثريشولد ليفل؟ ثريشولد معناها حد العتبة. لما أنت تريد تمر البيت أكو قدام البيت باب أو الدور مات عتبة الباب، يعني هذا المكان اللي تفوته قبل الباب. فلو أنت وصلت حد عتبة الباب وما دخلت من خلال الباب، انت ما داخل البيت، انت فقط للخارج واقف. لكن لو تعديت عتبة الباب ودخلت من خلال الباب انت دخلت. القصد من هذا شنو؟ هذا العتبة او عتبة الجهد هنا أنا. لو وصل التحفيز لهذه المنطقة دون ما يعبرها ما راح تصير عملية الاكشن بوتنشال، لكن لو التحفيز وصل وعبر راح تصير اكشن بوتنشال. يعني اما يعبر وتصير او ما راح يعبره وراح يوصل وراح يوقف وينزل من غير ان تحصل عمليه الاكشن بوتنشال. فهذا هو الثريشولد ليفل، نكتبه هنا ثريشولد ليفل، ثريشولد ليفل او حد العتبه بالنسبه للخليه. طيب هنا عندنا الفولتيه وهنا عندنا الوقت. زين لما تبدا الخليه او تبدا عمليه الاكشن بوتنشال ايش راح يصير؟
طبعا هذه بوابات الصوديوم اللي هنا نمثلها بهذا الشكل بوابات يسموها voltage gated. شنو أقصد بي voltage gated؟ voltage gated نقصد بي أنه بوابات تفتح من خلال تبدل التيار الكهربائي أو تبدل الفولتية الكهربائية بجدار الخلية. يعني عندما توصل جدار الخلية لفولتية معينة تبدأ تنفتح هذه البوابات. طبعا هذه البوابات قسم من عندها slow بطيء وقسم من عندها fast سريع. فأول ما راح تفتح راح نفتح بوابات الصوديوم فراح تبدأ عملية دخول، لأن طبعا الصوديوم كثير أو أكثر التركيز خارج الخلية من داخل الخلية، فبالتالي بفرط التركيز راح يدخل لداخل الخلية مثل لو رمزنا له بهذا الشكل. فش راح يصير؟ راح نلاحظ زيادة في الشحنة الموجبة، طبعا مع مرور الوقت نلاحظ زيادة أكثر بالشحنة الموجبة. ليش؟ لأن الصوديوم شحنته موجبة ده ينضاف لشحنة البوتاسيوم الموجبة، فالكتلة أو الشحنة الموجبة راح تزداد باضطراد. طبعا راح تفتح بعدين الفاست أيضا صوديوم شانلز وراح يدخل صوديوم بكمية أكبر للداخل، وبالتالي راح نوصل لحد معين عنده راح نتوقف في هذا الحد. فهاي العملية هسه ايش صار؟ صار عندنا عملية الدي بولارايزيشن. دي بولارايزيشن اللي هي عملية الاستقطاب، اللي هي شنو؟ ان دخلت شحنة موجبة اكثر عندنا وصلنا لهذا الحد. في هذا الحد ايش صار؟ البوابات الكهربائية للصوديوم بدت تنغلق بهذا الشكل، بدت تنغلق. الآن بدت بوابات ثانية تنفتح اللي هي بوابات البوتاسيوم. فعندما تنفتح بوابات البوتاسيوم راح يبدأ البوتاسيوم يخرج إلى خارج. طبعا هنا بالبداية راح تنفتح قسم من البوابات مو كلها، يبدأ البوتاسيوم يخرج إلى خارج الخلية، وبالتالي الشحنة الموجبة داخل الخلية تبدأ تقل وتنحدر للأسفل، فتبدأ تنقل الشحنة الموجبة. وهذا الزمن وهذا الشحنة طبعا بعد ان كانت صاعدة تبدأ تنزل وتقل. بعدين راح تنفتح اكثر من بوابات البوتاسيوم الكهربائية والفولتج جيتد، وراح يخرج بوتاسيوم اكثر، وبالتالي الشحنة راح تمر لشيء سالبي اكثر. فراح نشوف ما يسمى، طبعا هذه المنطقة تسمى بالري polarization. Repolarization إعادة الاستقطاب. هنا زيادة أكثر في الشحنة السالبة سموها Hyperpolarization، لأنه أيضا انفتحت بوابات وخرج بوتاسيوم أكثر، بالتالي الشحنة الموجبة بدأت تقل داخل الخلية. ثم بعدين راح تسد البوابات. طيب هسه شخص راح يسألني، طبعا هنا نخلي أرسم لهذا الحد وأرجع أكمل الباقي. شخص راح يسألني عندما وصلنا لهايبر بولاريزيشن، طب إحنا نريد نرجع الخلية للشكل الطبيعي اللي هو كان شنو؟ البوتاسيوم داخلها أكثر والصوديوم راح يكون في الخارج أكثر، يعني لازم نخرج الصوديوم من داخل الخلية وندخل البوتاسيوم. كيف راح تتم هذه العملية؟ هذه العملية راح تكون عكس التراكيز، لأن إحنا مثل ما نعرف البوتاسيوم داخل الخلية عالي والصوديوم خارج الخلية عالي، فكيف راح نقدر نسوي العملية؟ فهذه العملية محتاجة لطاقة، هذه العملية ما تتم من غير طاقة. الطاقة راح نحصلها من المركب الـ ATP، راح يجي ويرتبط بهذه المضخة اللي يسموها صوديوم بوتاسيوم ATPase، يعني ترتبط بالصوديوم والبوتاسيوم. هذه وظيفة شنو؟ لما يرتبط بها الـ ATP راح يحركها، فراح أمثل لكم إياها بهذه الطريقة. فإحنا مثل ما نعرف إحنا نريد ندخل البوتاسيوم لداخل الخلية، فالبوتاسيوم راح يرتبط بهذا الشكل، ومثل ما نعرف إحنا نريد نخرج الصوديوم من داخل الخلية، فالصوديوم راح يرتبط بهذا الشكل، وبالتالي عندما يرتبط الـ ATP راح ينطيها طاقة فراح تخرج لنا الصوديوم وراح تدخل لنا البوتاسيوم مثل ما واضح بهذا الشكل. راح يدخل لنا البوتاسيوم، فبمرور الوقت البوتاسيوم راح يزداد. طبعا راح تظل تستمر هذه البومب تدخل بوتاسيوم وتخرج الصوديوم،
فبالتالي راح نشوف انه الخلية بدت ترجع الى جهدها الطبيعي، وبهذا تتم عملية الاكشن بوتنشال. عملية بسيطة فهمتوها، دخل الصوديوم سوالنا ديبولاريزيشن، خرج البوتاسيوم سوالنا ريبولاريزيشن، خرج اكثر بوتاسيوم سوالنا هايبر بولاريزيشن، بعدين رجعنا على النورمال يعني الفولتية الطبيعية للخلية. فهذا بشكل مبسط. طبعا بالنسبة لل هذا اللي يتم بشكل مبسط بالخامس الخلايا العصبية، لو ردنا نحكي على القلب او خلية القلب وكيف يحصل بها الاكشن بوتنشال، هذا عملية شوية اكثر معقدة لان يدخل فيها ايون الكالسيوم. اللي حبوا يتعرفون على هذه العملية كيف تتم في القلب او الاكشن بوتنشال فيه او كارديك اكشن بوتنشال، بامكانهم يتابعون الفيديو اللي سويته على الكارديك اكشن بوتنشال، وهو موجود برابط راح اضعه مع هذا الفيديو. شكرا لاستماعكم، وان شاء الله تكونون استفاديتوا، والقاكم في فيديو اخر. يلا سلام عليكم.